في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أشكالها، خاصة ما تعلق منها بالاتجار الغير مشروع بالمخدرات، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة بلمهيدي أمن ولاية الطارف على إثر عملية نوعية من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال تخزين النقل والمتاجرة بطريقة غير شرعية بالمخدرات، أين أسفرت هذه العملية على ضبط وحجز كمية معتبرة من المخدرات قدرت ب 14 كيلوغرام من كيف المعالج، مع توقيف 3 أشخاص من أفراد هذه الشبكة، وكذا حجز مركبة تستعمل في عملياتهم الإجرامية. بالتنسيق الدائم مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان أنجز ضدهم ملفات قضائية سيتم تقديمهم بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة.